أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. وصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظات الضفة الغربية لليوم 9 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد شابين واعتقال 38 مواطنا خلال الليلة الماضية وفجر اليوم. ففي نابلس استشهد الشاب أحمد سعيد سعود خالد 27 عاما من مخيم العين في المدينة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم تفتيش عدة منازل في مناطق متفرقة بالمحافظة. وفي رام الله أعلن الدفاع المدني عن استشهاد الشاب محمد محمود إسماعيل عطلة الطريفي 30 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة فجرا. وفي هذه الأثناء أغلقت المحال التجارية في رام الله اليوم حدادا بعد استشهاد الشاب محمد الطريفي الذي وجد جثته وقد فارق الحياة على سطح عمارة وسط رام الله عقب مواجهات عنيفة جرت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة في ساعات الفجر الأولى. كما خرجت مسيرة للشبان الغاضبين من أصدقاء وعائلة الشهيد الطريفي من المجمع الطبي حيث يوجد جثمان الشهيد ومطالبة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. بدوره طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إلى الرد الحازم والفوري على استباحة جيش الاحتلال للشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته ومؤسساته بالإعلان الفوري عن وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل وجيشها الذي أودى بحياة 6 شهداء حتى الآن وجرح واعتقل المئات واقتحم آلاف البيوت وأعاث في الأرض الفلسطينية فسادا. كما طالب منظمة التحرير الفلسطينية بالانضمام الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية والتوجه لها لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها الآن في فلسطين. وميدانيا اقتحمت مجموعة من المستوطنين بقيادة المتطرف أيهود جليك وبحماية شرطة الاحتلال صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك. وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على المرابطين الذين تمكنوا من منع المستوطنين من أداء الصلوات التلمودية في المسجد. في هذه الأثناء يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي، فيما دخل الأسير أيمن علي سليمان الطبيش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 115 على التوالي. وبدأ الأسرى الإداريون البالغ عددهم 189 معتقلا إضرابهم في 23 من شهر نيسان الماضي للفت الانتباه إلى أوضاعهم والمطالبة بإنهاء نظام ما يعرف بالاعتقال الإداري من دون توجيه تهم أو محاكمة. في موضوع آخر، يخوض المعتقل لدى الأمن الوقائي في الخليل مصعب الزغير إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 14 على التوالي احتجاجا على رفض جهاز الأمن الوقائي تنفيذ قرار من المحكمة بالإفراج عنه. وأكد والده نضال الزغير لوطن الأنباء أن ابنه بات في حالة صحية صعبة بعد خوض معركة الإضراب رفضا لقرار الوقائي التحفظ عليه وعدم إخلاء سبيله. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.